ضمن مشروع المرأة والديمقراطية. المشروع بيغطي يعني مؤسسات من شمال غزة ومن جنوب غزة. اليوم حيتم عرض عدد من الأجندات النسوية اللي تم طرحها من النساء داخل المؤسسات والناشطات النسوية، بالإضافة لأعضاء مجالس الظل في المناطق اللي إحنا أصلاً نشتغل فيها. فإحنا في منطقة بيت حانون وفي جمعية العطاء الخيرية حيكون في عنا طرح لأجندة بتحاكي جميع المشاكل اللي بتعاني منها النساء، وخاصة النساء ذوات الإعاقة، وحيكون طرح لبعض الحلول وبعض التوصيات لإمكانية الحلول إلها، بالإضافة لعرض مبادرة. المبادرة قامت عليها عدد من الفتيات الناشطات بالمؤسسة ومن خلال مجلس الظل، وأنوه لأنه عدد من هؤلاء الفتيات هم من الفتيات ذوات الإعاقة، وخاصة الإعاقة السمعية، لأنهم هم كانوا أكثر الناس معنيين بوصول فكرتهم ومعاناتهم إلى الجهات المعنية. بالنسبة للنساء وخاصة النساء المعنفات والناجيات من العنف، إحنا بنحاول إن إحنا نقرب لهم الوصول أو نسهل لهم عملية الوصول للحصول على الخدمات من خلال مبادرة. يعني حيكون في عدد كبير من الأنشطة لها علاقة بالتوعية، عدد كبير من الأنشطة لها علاقة بالوصول لهذول الفئات، بتعبيد الطرق، بتجهيز الطرق، بتأهيلها إلهم بحيث أنهم يقدروا يوصلوا للأماكن اللي ممكن تقدم الخدمات إلهم، وبحيث أنهم يكونوا على اتصال مباشر بالجهات اللي ممكن تقدم إلهم الخدمات. النساء بتواجه الكثير من المعيقات والتحديات. إذا بنحكي على المجتمع بشكل عام هو مجتمع ذكوري. إذا بنحكي على قطاع غزة اللي بيعاني من الحصار ومن الويلات الحروب، وبيعاني أيضا من ارتفاع كبير في أعداد ذوي الإعاقة نتيجة الأحداث المتكررة اللي بتصير عندنا، هذه كلها من المعيقات اللي بتأثر حتى على عمل المؤسسات اللي بتحاول جاهدة أنها تقدم الخدمات، إلا أنه في فجوة كبيرة بتضل وفي احتياج أكبر لهذه الفئات. المعيقات كمان اللي بدي ارجع احكي كمان اللي هو ضعف التمويل او شح التمويل في تقديم الخدمات لهذه الفئة، وخاصة في النساء الناجيات من العنف والنساء المعنفات.